الدال اخذناه يا عمر صح؟ دال؟ ايه لا دال لا الا اخذناه يا عيال. انا اتوقع اخر شيء اخذناه الراء. أيوه. لا 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 انا متاكد ناخذ الطاء والدال والتاء لان من نفس المخرج مره ترى اخذنا الراء والطاء والدال جميع ثلاث حروف جميع مشينا بسرعه. طاطي طاطي طو كذا طاء فتحه طاء دال كانوا يخطون يقول دال كسره طي فتحه دال طي طاء ضمه طو والتاء اخذناها طي طو التاء ما ادري انا ما ودي اتفلسف كذا عرفت انا اخر شيء اخر شيء الدال ممكن تصرخ صرخه على العيال. لا 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 برا 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 والله من برا من برا حي قلبي والله اني طيب ممكن قاعدين يدعون يلا يمكن يدعوا لك شوف حاول انك تروح يلا شباب لا هنا هنا بقول لك يا سكت الباب بس والله يا عيال ما شاء الله تبارك ما شاء الله ضحكي ما شاء الله سبيكر شلون كلامك ما شاء الله تبارك الله قل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يا ربي يا كريم بسم الله انا ابدا مش تبدا حرف ال التاء انا اذكر اخر اليوم ناخذ صاد التاء اخذينا صاد سين التاء ما اخذنا زاي التاء ما اخذنا نفس المخرج الا اخذنا التاء ما اخذنا تاء مع الداء اخذنا اتوقع اخذنا الطاء والدال والتاء التاء ما اخذنا اذكر اخر شيء الدال والله اخذنا ثلاث حروف الراء والطاء والدال تاء فتحه تاء تاء كسره تي تاتي تاء ضمه تاتي تو سهله 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 خلاص النطه ناخذ لنا الصاد والسين صاد والصاد كثيرين يقولوا اهدينا الصراطه هي خطأ. الصراطه صح وفي كثيرين الزاء يقولوها السين صح يعتبر خطا هذا يعني المفروض انك تجتهد انك تحسنه المفروض في كثيرين بعد نقول الصراط المستقيم الصراط الخلقي يلا بسم الله زين نقول صاد صاد فتحه ص صاد كسره صي صي صاد ضمة صو ص صي صو تفيد الصفير يلا صاد فتحة ص الله صاد كسرة صي ص صي صاد ضمة صو ص صي صو صاد فتحة ص صاد كسرة صي ص صي ص ضمة صو ص صي صو الله صاد فتحة ص صاد كسرة صي ص صي صاد ضمة صو ص ص سيسو أحسن سين فتحة س سين كسرة سي س سي سين ضمة سو س سي سو سين فتحة س سين كسرة سي س سي سين ضمة سو س سي سو سين فتحة س سين كسرة سي س سي سين ضمة سو س سي سو الله سين فتحة س سين كسرة سي س سي سين ضمة سو س سي سو أحسن أنا بس بتأكد الزاء زاي صح في ناس تنطقها زاي زا مكتوب زاء زا زا طب وش أصح زاء خلاص طيب زاء فتحة زاء زاء كسرة زي زاء زي زاء ضمة زو زاء زي زو زاء فتحة زاء زاء كسرة زي زاء زي زاء ضمة زو زاء زي زو زاء فتحة زاء زاء كسرة زي زاء زي زاء ضمة زو زاء زي زو زاء فتحة زاء زاء فتحة زاء زاء كسرة زي زاء زي زاء ضمة زو زاء زي زو أحسن الضاء والذاء والثاء بناخذهم إن شاء الله نفس المخرج نفس المخرج صاد صاد طب حرف الضاد أنا أشوف أغلب الشباب لسه ما ضبطوا لم يضبطوه ما مشكلة وين وصلنا؟ صح مهم إنك وصلنا الحزب 24 في سورة هود حزب 24 200 و أنا علي وضوء جاء أمرنا كم كم؟ هنا 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 خلصنا من هذه والله؟ هنا أي متأكد 200 وكم؟ أيوة متأكد أنا أمس وين وصلنا احنا 232 متاكد ان متاكدين انا متاكدين متاكد ان احنا خلصنا لا انا متاكد ان خلصنا الحزب 24 بس انا ابدا هنا يلا بسم الله احنا وين نقرا 224 نقرا الصفحه 232 232 هذه شيء شقاقي نقرا اي ايه ولا اي ايه ونمشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص ثلث نصف ما مشكلة
خلال اللي نقول لك حسب خل آية يطلع عشان يلا بس. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل إني عامل إذا توقف ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيب وشعيب والذين آمنوا شعيبا والذين آمنوا معه برحمته منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يلا عز صحت كم كمل كمل تحيه 232 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. بئس الرفد المرفود أحسن. أعوذ بالله من الشيطان. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي والله ترى كل شيء سكر الباب حبيبي القلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى هي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس
وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض على بال ما تطلع مشكله ليه نطلع الايه احنا نرجع ما ناخر خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صبر خلصتوا؟ لا أقلوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أنكم تحطون حلقة في وقت معين ولا ما هو كل واحد فضاء يروح يقرأ ويسوي حلقة؟ برنا الجميع حتى قلت له نص الشباب ما دروا كلهم يدروا والله كلتهم ماشيين عليهم كلهم يدروا. قلتوا لهم بنقرأ سورة الكهف سورة الكهف لا والله قالناها سورة الكهف لا والله الحلقة أول شيء لا والله الحلقة بعد صلاة المغرب ولا صلاة العشاء لا صبر قلت في فقرات بعد المغرب مرات في فقرات زين هذه اجتهاد صبر لا احنا بنتعلم بنقرا وقت الصلاة يقولون أن كذا كذا فقرة اتفقنا عليها كلنا ما هو واحد يروح فاضي ما عندي شغلة بتروح أقرأ صبر يا جيتنا قلت أنا بقرأ الكف الكف قارينا إحنا ما تريدك تعلم إذا فاتك الحلقة ممكن يعلم محمد أي وقت والله كم المرة يقول دقائق بعد المحاضرة بعد ما أدري وش مين ما عليك أنا ما فاضي محمد قلنا لهم الآن بنقرأ الكهف قالوا قرأناها قلنا خلاص حتى أنا قرأتها إذا الآن حلقة نيجانا قلنا الكف غرانيها كلنا وقتها مرن ولا نت ترى العذر العذر مو وقت محدد بعد يعني على كل المزاج لا حددوا فقره معينه مثل ذولا وهي فقره عاديه ما محددين يوم مخصص لها وقتها يكون موجود الصلاه هي بندفن محدد وقت ويصير فيها الله يحفظك شوف الصلاه اللي هي فقره رسميه ما هي فقره احنا نبغيها رسميه لا الرسميه احنا قدرنا الحين شهر كم مستمرين عليها الرسميه تجعلنا نبغي الجميع يستفيد منها الرسميه تجعلنا نلتزم فيها التزام يعني اذا تركتها لا فالقران الكريم اجيها وانا محب طائع هذا قراني كل فرض عادي ما في شيء عشان اللي ما قرا كيف يقراها احنا ترانا اخذنا حرفين ثلاثه حروف مهمه جدا انا بعد اللي هي الصاد والسين والزاي هذه من نفس المخرج انا لحقتكم الشباب اللي ما لحقوكم لا 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 هاتهم القاعدة لا يفوتهم الخير ان شاء الله القران يتلى في كل وقت الدال خلصنا منه تقرا لك اي خلاص والتاء خلصنا منه اي متى الطاء والدال والتاء اخذنا مع الحصه الماضيه نفس المخرج طاء انت كنت عندنا تاء انا كنت عندكم اي انا قرات اي لان هذا الكلام قبل ثلاث ايام فنسيتوه اما الصاد والسين والزاي هنا كثيرين يغلطوا فيهن يعني صاد فتحة ص أيوة صاد كسرة صي ص صي صاد ضمة صو صاد سي ص صي صو الله عليك سين فتحة س سين كسرة سي الله سي س سي سين ضمة سو س سي سو الله عليك حرف السين حلو زا زين ضم زا فتحة ز بالضبط زا كسرة زي زازي زا ضم ضو زو زازي زو محمد ليش ما قلنا زين صاد حرف الزين لا زين كان حد يسميها زاء وحد يسميها زاي زاي لكن لو كان زاي بتكون راي اذا هي راء زاء صاد فتحه ص صاد كسر الصي صي صاصي صاد ضم صو صاصي صا صا صي صو الله عليك صاد فتحه س سين سين فتحه س سين كسرة سي ساسي سين ضمة سو ساسي سو زا فتحة زا زا كسرة زي زازي زا ضمة زو زازي زو أحسنت أطأ صالح بسم الله يا رب السين ها صاد إيه صاد صاد فتحة بندفنا صاد بنخلي يوم واحد وش رأيكم بنخلي يوم يعني مثلا باكر حل بس خاص لسورة يوسف يا جماعة خير سورة يوسف ترى رهيبة خلاص تم رهيب سورة يوسف كم صفحة سورة يوسف قصة ست صفحات حلو بنكملها في يوم صاد فتحة ص الله صاد كسرة صي ص صي صاد ضمة صو ص صي صو سين فتحة س سين كسرة سي س سي سين ضمة سو س سي سو الله عليك زاء فتحة ز زاء كسرة زي ز زي زا ضم زو زا زي زو أحسنت تحتاج أذن تقوله ولا ما يحتاج يلا بسم الله الص أنا بغيت حيم الحين كم أمس قريت حيم هذه الحروف مهمة والله لك والله الصاد والساء أمس قريت أمس قرأوا الشباب توقف لا ما قرأوا ما تو ما أعرفكم والله ما محمد عثمان أمس ما قدرتوا تقرأوا صح وين أمس قرينا ومتى أنا عندكم إيه صح إيه صح
ختمنا قبل نهاية البث ختمنا سورة هود الليل هود اي بالليل أخبرنا الشباب جينا والله نصرخ عليهم كل مكان مرة كل مكان في تجمع إذا قلت لكم شيء والله أني ما أدري بها لا أقول لك ولا سمعت واحد منكم قال لي أتذكر يوم يال وين كنت أمس يوم يال ذهلي قلت له قلت له محمد قلت له محمد اليوم ما قرينا قال خلاص خير إن شاء الله في الليل وبعدين شفته ما عاد كلامني قلت أكيد أنه ما سواها شوف الأهم إن الساعة كم الساعة كم بديت أمس الساعة 12:45 12:55 أنا وين كنت خلي بقولك شغلة إيه أنا كنت هناك بندفنا لازم نكون مؤمنين داخلنا إنه إذا فاتتنا الحلقة ما يفوتنا الأجر نقرأ أنا مرة ما حضرت الحلقة تذكر محمد أيوة مسك مصحف قريت وقرأ صفحتين أكملت من وكمل فارق بين أن تقرأ واحد يعدلك ويعدلك أخطائك وفارق بين تقرأ روحك على كيفك صح لا لا الحمد لله يعني في ناس بحاجة معلم في ناس قراءتهم سريعة بس يحتاجون لا تقرأ طيب أنا أتكلم عن نفسي أنا شباب مو مقصرين محمد ما راح السبت السبت العصر السبت العصر وجدولنا السبت العصر الشباب خايفين من البرايم لا ما شفت اسمه خايفين عمر ملحم خايفين الغران أكبر واحد تعمل لنا فقاعة الصحابة صح سورة يوسف ممكن تعمل لنا حاجة بسيطة في دقيقتين اللي هي تخبر حد من الشباب يعطينا حاجة عن قصة يوسف أنا أعطيكم تبغاني أنا أعطيكم لأن يا جماعة الخير ترى قصة يوسف لو جلسنا نحكي فيها يوم كامل يوم أنا أقدر أكتب فيها أنا أقدر أكتب عنها والفوائد يعني استخلصها وزعها من القصة وخلك الحادي يلقي حاجة هي اللي إني رأيت 11 كوكبا الله يا الله ترى فيها من المعاني والفوائد قصة كانك تقرأ قصة بقريت عارف يا سلام لا الفوائد اللي تستخلصها من هالشيء إنه كيف من 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 غيابة الجب إلى عزيز مصر من 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 عبد يباع في السوق ومسجون إلى ما شاء الله يا الله إذن وترى إذا سردتها قصة يعني هي القرآن طبعا يسردها اللي ما قرأ الكهف يقرأها جماعة الخير نعم يلا معلش آسين يا رب قولوا آمين اللهم انزل علينا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب الله يجيب اللهم اهطل علينا اللهم انزل علينا الغيث من بركات لا لا انت اللهم اهطل علينا من افضالك انا وش اقول دائما يا جيد اللهم اجعل اللهم اجعل افضالك تتهاطلوا علي الله انزين بندفنا بتقرا تبي تقرا شيء لا خلاص خلصنا اي خلاص تباني اقرا لا لا قصدي انت قرا يلا يلا بقرا عشوائي كذي بفتح عشوائي بس عشوائي لا ما يصير تيوس مريض حلوة هذيك سورة ياسين لا العنكبوت عنكبوت أي صفحة فتحت صفحة 396 يا رب بسم الله أقرأ من عند النجمة أفآمن فآمن له لوط حلو فآمن له لوطا وغالين لوط بس وقف لنا ميم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صح؟ نعم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلناه في ذريته وجعلنا في ذريته أن نبوة والكتاب وآتيناه أجرا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا شوف ترى أنت ما أنت للآن ما شكلت الحروف اللي بعد يعني وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ترى هذه فائدة الحروف اللي ناخذهن أن نشكلها صح أجرا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أحسنت كذاك صح ولوطا إذ غ... ولوطا طن ولوطا التنوين فوق الطاء ما هو فوق الألف أشوفه ما أعرف ليش ميوب هناك لكن صح ترى نفسها ولوطا إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين يا أخي قرأتي غريبة صح؟ إنكم والله أنا تحسنت بس غريبة كذي أحس أني كني بنقالي توي يتكلم عربي لا بس ترى شفتها هذه عليها أجر ترى يا عليها أجر لا لا تقول كذا أئنكم لا تأتون الرجال
وتقطعون 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 السبيل وتأتون في دنياكم وتأتون في ناديكم وتأتون في ناديكم المنكر وتأتون في ناديكم المنكر ناديكم المنكر فمن كان جوابه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال ربي أصرف عني قال ربي أنصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم فبشرناهم بالبشرى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا صح إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن نعلم بمن فيها لننجينه هو وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين صح نعم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخاف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين أوكي إنا منزلون على أهل هذه القرية رجسا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا من مستبصرين. عليك أحسنت خلاص أنا أحسنت بارك الله فيك والله كلمة تجلس تقرأ كذا أكثر يا معلمي يا معلمي هذا الإنسان اللي ما بس طول حياتي أنت ما ها أنت معلمي طال عمرك الله يرحم والديك هذا مالك صح بسم الله الله يرحم تدرو أي والله بريد يا جماعة